السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يا جماعة تكونوا بخير وفي أحسن حال. درس النهاردة هيكون أبسط من البساطة. الدرس هيكون إن شاء الله عن إن إحنا عايزين مثلا نقول إن عربيتك لو دخلت وحشة أو بايظة أو مش نظيفة إحنا هنقدر نصلحها لك أو نرجعها لك جديدة، والكلام ده هنعمله بخطوتين تلاتة أربعة يعني كالعادة، مش هنطول بإذن الله. وعشان ما أطولش عليك ولو أنت أول مرة تشوفني، انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس ويلا بينا نبدأ الدرس. نخش سريعا بإذن الله كده. كل اللي هنعمله هنحمل الصور دي، حملناها منين؟ قلنا من فري بيك قبل كده في كل الدروس تقريبا اللي هنشتغلها. تمام، معايا الصوره اهوت، الباك جراوند بتاعتها بيضه. فاسهل طريقه عشان اقدر اقص الصوره بسهوله جدا هعمل ايه؟ هفك اللاير بتاعتي، بعد كده هعمل كنترول جي من الكيبورد، اخد منها كوبي، كنترول ال عشان نجيب الليفلز، ابدا اسود الصوره اللي قدام دي خالص بالشكل ده. بعد كده هجيب الماجيك ادوس كليك. تمام، فهو كده بدا يقص لي الابيض، بس في ابيض لا اهو، اسف، شيفت وابدا اختار الابيض في العجله بتاع العربيه. تمام، هسيب اللي تحت، اللي تحت ده انا هحتاجه، مش هحتاج اقصه خالص. تمام، بعد كده هدوس ديليت من الكيبورد في اللاير الاولى وديليت في الكيبورد من على اللاير التاني، فاصبح كده. تمام، قصر الجزء ده كله، هنا سيلكت على الجزء ده، هو واضح بالنسبه لي اهو، ديليت. تمام، وبس كده. طيب الجزء اللي فيه شادو ده انا هحتاجه في ايه؟ هجيب بقى البين تول بتاعتي سريعا كده وهبدا اقص. العربية تمام، هبدأ اخد الجزء اللي تحت ده كله سيلكت عليه كده كنترول انتر، بعد كده هجيب السيلكت بتاعتي وهختار لير فيا كات عشان اخلي معايا اللير دي هحتاجها. تمام، فهكبر المساحة بتاعتي شوية، شمال ويمين وفوق. تمام، هصغر الصورة بتاعتي او الستوك بتاعتي شوية. تمام، هاجي هنا عند السوليد كولر، هختار اللون الاصفر الغامق شوية، بعد كده اوكي، هنزل باك جراوند تحت، هكريت لاير فاضية، هجيب البراش، هاخد من نفس الدرجة الت كده وادوس كليك، وبعد كده هجيب الاصفر درجة افتح وهدي كليك كده واكبر اللايت بتاعتي، بعد كده لاير كمان واختار الابيض شوية وكليك كده واكبر. تمام، هاجي عند الجزء اللي احنا قلنا هنحتاجه ده، لو جبنا النورمال هنا كده وخليناها مالتي هتبقى كويسة. هبدأ اجيب الاستيكة بتاعتي وامسح كده الجزء ده بالراحة واخفف الشادو كده شوية، الجزء الحادة شوية، فل اهو جميل. تمام، طيب زي الفل. هنيجي عند الجزء اللي احنا يا جماعة عايزين نبوظ فيه الدنيا بقى، اللي احنا عايزين نبوظ فيه كل حاجة بقى. تمام، فايه، خلينا الاول خلاص، هي الباك جراوند بالنسبة لي كده مظبوطة. لو رحت على جوجل، افتح يا عم جوجل اهو، وكتبت هنا في جوجل باك جراوند اول. تمام، هاخد الشكل ده. هاخده معايا كوبي. تمام، وهاجي عند صورة العربية، اول حاجة هعمل كوبي منها بالشكل ده. تمام، وهاجي عند الجزء ده هقصه بالشكل ده. تمام كده، خلينا نخفي اللي تحت دلوقتي اهو، وهاجي هنا عند فلتر وهختار الفلتر ده. تمام، وهبدأ اشد الاجزاء دي بالشكل ده. تمام، وهبدأ ادوس اوكي وهظهر الجزء اللي تحت خلاص. بس الاول قبل ما اظهره برضو هنعايزين نخليه كله اصفر. طب ازاي اعمله اصفر؟ لو دوست هنا كده وجدت الساتوريشن وعلمت على العلامة دي
ودست كنترول الت جي عشان ادخل كل الكلام ده في اللاير دي بس، وسويت شوية وعليت الكالرز دي شوية، ومن هنا قعدت انزل لتحت كده شوية، هتلاقوا ان الموضوع بدأ يظبط. فتمام اوكي هو ده تمام. خليني من هنا كده بالاستيكة بتاعتي اللذيذة بقى، لا مش للدرجة دي، امسح الاجزاء اللي انا عملت ساتوريشن، همسح الاجزاء بتاعت الفوانيس بتاعت العربية بس عشان تبقى الدنيا معايا مش اصفر وسايحة في بعضها. تمام. طيب خلينا نيجي كده بالبنت هول على طول. ماشي نقص كله بقى. طيب خلينا نقص الجزء ده كده واشوف الدنيا فيها ايه. تمام طيب هاجي عند الجزء اللي تحت، هسلكت بالماجيك وبعد كده هطلع فوق واحذف بدل ايه الزحمة دي كلها يعني، وفي نفس الموضوع هنا. بس هو شال لي الجزء ده، انا مش عايزه يتشال. تمام اوكي امسح لي ده كفاية زي الفل. طيب هظهر اللاير اللي تحت وبعد كده همرج دول مع بعض كده ميرج خلاص. هاجي عند الاستيكة وهنزل تحت كده، هلاقي الشكل ده. بس خلينا نطلع فوق 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 فوق، طلع دي كمان دي كمان. هاجي عند الوتر تمام. انا كنت عامل داون لود كده، براش راحت فين براش اهي، هسيبها لكم في الديسكريبشن برضو تحت لينك الفيديو. تمام. احذف. تمام طيب هاجي عند الجزء بتاع العربية البيضاء وهديله الباك جراوند اللي احنا كنا جايبينها، وكنترول الت جي من الكيبورد كده، واصغر. تمام ومن هنا هشوف المالتي فيها ايه. كويسة المالتي، بس ممكن ناخد ده على اساس ان هي فيها صديد اكتر. وكنترول يو هسحب منها الساتوريشن او اللون الاحمر واخليها باللون ده. تمام ممكن كنترول ال وازود بس اسود بالشكل ده، وممكن نيجي هنا كده عند البلندنج ونعمل الت ونسحب الجزء ده. عشان نبين المعاناة بس بتاعت العربية يعني مش اكتر من كده. تمام في هاجي هنا كده، لو كتبت على جوجل هيرت سموك هيجيب لي الكلام ده. هنيجي هنا كده لو كتبنا على جوجل هيرت سموك او سموك هيرت هيجيب لي الشكل ده، هعمله سكرين من هنا كده يبقى معايا بالشكل ده. هنزله تحت خالص. بكل بساطة عملنا ديزاين في 3 خطوات تقريبا، ما كملناش حاجة. هنكتب هنا بكل حب، هنعدل فونت بالشكل ده، اختار الفونت ده. هنرجعها لك جديدة
تمام، هنيجي عند الجزء بتاع ان احنا هننور الكشافات بتاعت العربية بالبين تول. هرسم الشكل ده كده، هاخد كوبي من الباك جراوند هطلعها فوق خليها ابيض، هاجي عند فلتر بلور والموشن مش مشكلة، محتاج نكبر دي صوت الصورة. تمام، ممكن نخلي النور الاولاني ده يكون لونه برتقالي شوية او اصفر ماشي، واخد منه كوبي هصغره واخليه ابيض. تمام، هضبطه من هنا شوية وهبدأ احذف دي شوية، بعد كده همرج الاتنين واعملهم سكرين فيبقى معايا بالشكل ده. تمام، هنيجي كده بعد ما عملنا سكرين هنحذف من هنا شوية، ممكن نعمل لاير تانية براش سكرين بس كده. تمام، نغير كمان اللون الاحمر. سكرين. تمام، زي ما احنا كده هندوس الت. تمام، همرج الباك جراوند مع اللايت كلها كده، وهاجي عند الباترين اشوف ممكن اعمل ايه، مش قوي يعني، عايز حاجه بسيطه خالص. طيب اوكي، كلر اللوك اب وننزل كده نشوف. شوف حاجة هنا ممكن تظبط معانا. طيب نقلل الاوبستي شوية 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 كده، بقى البرتقالي اوي. طيب طيب خلينا نعمل كله ميرج كده، وهنروح طبعا على سيد الفلاتر الكاميرا رو، زي ما قلنا اللي مش شغال على الكاميرا رو ناقصه كتير. فكرة الكورس يا جماعة زي ما قلتها كتير قبل كده في الدروس اللي فاتت، ان احنا بنحاول نعمل افضل حاجة في اقل وقت وبكل سهولة، من غير ما صعبها عليكم، من غير ما حسسكم ان الموضوع كبير او صعب او مستحيل او كل الكلام ده. طبعا اللي انا بديهولكم في الكورس ده حاجات انتوا تاخدوها تتعاملوا بيها في ديزاينات تانية، التكنيكات اللي علمالكم هنا تاخدوها يعني جاي يستفيدكم في ديزاينات تانية، ويا رب اكون فعلا بفيدكم بكل سهولة وبدون اي تعقيد في الموضوع، ومن غير كمان ما اكون بتكلم في تفاصيل ملهاش لازمة يعني. فبس كده كده نكون خلصنا الديزاين بكل سهولة في 3-4 خطوات. يا رب يكون عجبكم، تابعوا الدروس الجاية واشوفكم ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.